أما الآن فمع أحوال الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. لك ميرفت. شكرا يوسف ورغدة، وأهلا مجددا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 27 والصغرى 17، الإسكندرية 25 17، مطروح 24 16، بورسعيد 27 18، إسماعيلية 29 17، السويس العظمى 29 والصغرى 18، العريش 28 17، طابة 28 18، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 33 22، الأقصر 34 21، أسوان 35 22، الوادي الجديد 33 22، شلاتين 35 26، وأخيرا حلايب 30 27. والآن نستعرض مع حضراتكم ما درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.